كلمتي أن أقدم التهنئة لأسود الأطلس وأشكرهم وأشكر وأهنئ الداعم الأول أشكر الداعم الأول للرياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأتقدم بالتهنئة لصاحب الجلالة على هذا الفوز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس كما أهنئ السيد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم السيد الوزير السيد فوزي الحجاع والسيد المدرب السيد قراقي وجميع اللاعبين جميع أسود الأطلس شكرا لكم لأنكم أدخلتم الفرحة لقلوبنا ونتمنى لكم النصر والتوفيق والكأس إن شاء الله. أن البارح كنا على الأعصاب يعني حتى دازوا ضربة لي بيناتي يعني فكان واحد يعني واحد السولاجمون كنا نرتاح واحد الارتياح كبير كنتمنوا لهم التوفيق وحنا فرحانين وشفتوا كيفاش المغاربة كلهم كانوا فرحانين وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي خرج شارك المغاربة وحنا كان واحد الفرحة كبيرة عشناها البارح.